واصلت الجالية المصرية في قطر لليوم الثالث على التوالي توافدها على مقر البعثات المصرية التي تستضيفه سفارة اليونان بحي السفارات بالدوحة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وعلى الرغم من التعنت الذي حاولت سلطات الدوحة ممارسته ضد أبناء الجالية، أكد الناخبون المصريون حرصهم على مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي بكثافة برغم الصعاب كافة. ربنا يحميها، ربنا يحميها، مصر فيها جيش متين، حفظ ربي من الخاينين، رجال عزيمة قوة شهادة، شهادة اللي مكتوبة له، يا ريت أنا اللي كنت بداله، بس ربي هو اللي اختاره. يا بختك يا ابني نلت الشهادة، وقلبي مرتاح وسعيد وفي غاية السعادة. نام وارتاح يا شهيد، هيجي غيرك من جديد، يمسك سلاحك، يحفظ دينك وطنك وعرضك، وآه من الخاينين الكذابين، تجار الدين، قتلوا شبابنا باسم الدين، وكأن القرآن نزل عليهم ما نزلش على النبي الأهلي، ومش هنسيبكم يا كذابين، تبيعوا بلادنا للخاينين، إيدي في إيدك يا جيش بلادي، تحمي وطننا وتحمي ولادي، بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي، تحيا مصر.